والله ولعبت معاك البيل يا عم مسرح. ما هو الفاضي يعمل ايه؟ الفاضي يعمل سندوتشات. لا ودلوقتي ما بقاش فاضي لا يقف ولا هو ومراته في الشباك زي زمان. الخيبة تقيل الكل اللي داخل القسم عايز فول وطعمية. خلاص احنا ما عادش لينا شغلة. انا مش عارف ازاي الباشا سايبه طايح فينا كده ليه؟ وهيعمل له ايه يعني؟ واحد هو بيتصرف في ملكه. على شغلك انت هو عسكري. حاضر يا فندم. صح يا باشا، واعتبر ان الموضوع حق مكتسب ومحدش يقدر يناقشه فيه. تعرف يا حازم، انا حاسس ان رفدي وازايا هيبقوا على ايد مشرح ومراته دول. طب يحلوا مشكلتهم يا فندم واحنا ننفذ فورا. بس عاجبني الراجل ده في قمه المرونه. الراجل ده عمل معاش مبكر وفضل ال 14 سم بتوعه وحفظ احتياجات القسم وعمل السبوبه دي. بس المنظر وحش قوي يا فندم ومش منطقي. هو مش منطقي ان الوزاره تاجل تنفيذ حكم القضائي. هما عملوا له ايه صحيح يا باشا؟ تعال معايا كده. اهلا وسهلا بجار الهنا. اقف عندك. في حاجه يا باشا ولا ايه؟ بتنادي علينا يا باشا؟ بنادي عليكم؟ ايه اللي انت عامله ده يا مشرح؟ ايه المسخره اللي انت عاملها دي؟ والا هحرميك في الحجز دلوقتي. ليه عملت لك ايه يا سعد بيه؟ قلت لي ايه؟ لا عملت لي ايه؟ ابعد عني. ابعد عني، مش هتقعدش تاكل وقتي. مش هتجيب الحازم بيه ولا ايه؟ السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. فول صابح، طعميه طازه، شويه بطاطس. مشرح بطاطس ايه يا مشرح دلوقتي؟ ايوه حضرتك عايز ايه؟ بصراحه مش عارف اقول لسعادتك ايه. لا قول اتفضل، عايز ايه بالظبط؟ اصل انا يا فندم بطاقتي ضاعت وجاي اعمل بدل فائد، فجيت اعمل محضر في القسم. محضر؟ جاي تعمله حضرتك بزيت الزيتون ولا الحار؟ اي مطعم هنا؟ ومالك قلقان ومتوتر كده ليه؟ بس بصراحه يا فندم اول مره اخش اسمي فبتجيلي يعني. ما دي الافكار القديمه اللي واخداها الناس يا سيدي. احنا هنا في خدمه الشعب. طب يا فندم اعمل محضر للبطاقه فين؟ اتفضل معايا حضرتك وانا اوريك فين. اتفضل. طب لقمه بعدين. بص حضرتك الباب اللي هناك ده ولازم اول طاره اخش عليه واعمل لك اللازم. شكرا يا فندم. اتفضل. صالح صالح. ايه اللي بقك ده؟ مفيش تمييز ولا ايه؟ مفيش غير فول وطعميه يا باشا. امشي هناك. تعال يا حسن. اتفضل يا باشا. خلي بالك يا عم مشرح، احسن زجزن 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 زجزن. بس وحياة ولادك زجزن وزجزنة، اوعى تجيب سيرة لحد وابقى ظبطني بقى في الطحينة. طب زجزك انت يا صالح بسرعة. اهرب انت بسرعة في جدنا لحظة. طلع عوض ولا كيف الشباب بسرعة. قلب المؤمن دليله، وانا قلبي قال لي ان الراجل بتاع البطاقه ده تفتيش تفتيش وجاي على الاسم. مالك يا راجل مرعوب قوي كده؟ لازم يتراقب طبعا. ده التفتيش لو جه وشاف المناظر دي ممكن يتشال فيها المأمور. يا سلام، ليه هو في اكبر من المأمور عشان يشيله؟ اتلهي انت وابنك. التفتيش ده ممكن يقفل لنا الدكان ويصدروا العده ويبقى اشتريناها على الفاضي واحنا لسه ما جبناش ثمنها. ما انا قلت لك وما سمعتش كلامي. نفتح الاوضه الرابعه اللي على الشارع اللي ورا. يا ماما السبوبه كلها جايه من الاسم. ما سمعتش كلام انت يا بابا وشاركنا عزه وهي مضمونه. اخرس يا جعير. في ايه يا مشرح؟ مين ده؟ تفتيش. عرفت منين؟ من دقته. دق التفتيش. احنا يهمنا دق التفتيش ولا دق قلب؟ افتح له يعني هيعمل لنا ايه يعني؟ لازم ما نخليش اي اثر للمحل ده. ده كلام برضو يا مشرح. ايوه، اصل ممكن يعملوا لنا قضيه تموين ويوقعونا في مشكله كبيره قوي. لا بقى، دي ما تبقاش دقه تفتيش، دي تبقى دقه نقص. وبعدين هنشيل كل الحاجات دي كلها ونرجعها تاني. مش احسن ما تبقى دقه زهر على دماغنا ودماغ اللي خلفونا؟ بس لقيتها. بقول لك ايه، الحقيني بملايه نغطي بيها العده اكنه عفش متخزن في البيت. يلا بسرعه حمديه، وانت ايدك معايا اهو. بسرعه بسرعه بسرعه. لم كده. انت بتعمل ايه؟ على ماما تجيب الملايه. الله يخليك، اللي شفتك يا بعيد. هات يا ولد افرد افرد جنب.
غطي 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 غطي. ايوه تمام كده تمام. تعال تعال اقعد اقف الدكتوره كده انا الدكتوره هتفتح الباب وانت كده كويس وحلو واحنا هنقعد عادي. ها عادي وانت افتح عادي بنروح عادي واحنا نقعد عادي. ايه ده ساعه عشان تفتحوا الباب؟ عادي عادي. تعرف يا حازم اول ما عرفت انك منقول عندي هنا في الاسم وقريت في التقرير بتاعك انك قاتل 2 من مهربي المخدرات قلت الضابط اللي جاي لي ده حاجه من الاتنين، يا ضابط متدلع قوي ومش فاهم قانون، يا ضابط شايل مسدسه ومتهور وبيتباهى بالنحاس اللي على كتفه قدام الناس. ولقيت ايه بعد ما اشتغلت يا فندم؟ ده حاجه تانية خالص. لقيت مش حازم اسم، حازم فعل. وبرجوك يا حازم اي اقتراحات بناءة تفكر فيها اطرحها عليا فورا عشان دي هتخدم مسؤولياتنا الامنيه اللي احنا عايشينها دي. هو يا فندم مشرح بوضع بيته وقضيته دي، انا مش عارف يا فندم الوضع كان هيبقى ايه لو الراجل ده طلع لجنه فعلا. انا ما بنامش يا حازم، اقسم بالله ما بنام. منك لله يا مشرح. انا عاوزكم تتصرفوا عادي خالص كاني مش من لجنه التفتيش. ايوه باشا بس ما تقولش يا باشا انا هنا مجرد زبون. حاضر يا باشا البشوات اللي مشبش بس يعني التفتيش ده هيعمل معانا ايه؟ مش انا اللي هرد عليكم طبعا، الداخليه هي اللي هترد. لحظه واحده لو حد عايزني انا بتفتش ساعتها. الو ايوه مين؟ بقول لكم ايه، انتوا تقدروا تخشوا واحد واحد. ايوه يلا مع الف سلام. هو ده الزجزن. وانتم محدش يفتن فيكم للمأمور يوصل. ايه اللي يضمن لنا ان حضرتك بيبقى قاعد؟ خلاص يا سيدي حقك عليا. وانتوا هتقفوا تتفرجوا عليا ولا ايه؟ خدنا في ايدك اهو. هما هيرموا القنابل المطاطيه امتى؟ اكتم يا بجم. ما تقوم يا بابا تشوف الناس بتوع التفتيش دول عايزين مننا ايه؟ انا قلبي مرتاح وحاسه انهم هيدونا ال 14 سنتي بتوعنا. ما تقول حاجه بابا، ساكت ليه؟ اقول ايه بس؟ انا مش عارف لو خدنا ال 14 سنتي ده يبقى حلو ولا وحش يا حمديه. حلو طبعا، ولا انت مش عاوزهم ولا ايه بالظبط؟ ما هو احنا لو خدنا ال 14 سنتي يبقى لازم نبني الحيطه دي وساعتها السبوبه اللي فتحناها دي هتقفل. ولو ما خدناهمش هتفضل تاكل في نفسك. على فكره بقى انا هروح ابلغ المأمور ان في تفتيش علينا. سيبيهم يا حمديه يطخوه تقرير شديد اللهجه عشان يبقى يعمل فينا مقالب كويس. ده انا قلبي بيتعبي منك يا عم ربي يا شيخ اخويا. قشطة يا بابا، بس يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بقول لك ايه، انا عندي فكرة كويسة قوي لازم نعمل بيها. هنعمل ايه؟ نعمل ملوخية وفراخ ونحلي بابو فروة وحرم الست ام علي، ايه رأيكم؟ ها انت بتعمله ايه؟ سك على ام علي وركز في ابو فروة. في ايه؟ في ايه يا باشا؟ انتوا حابسين دمنا من صباحية ربنا ليه؟ انتوا مش بتقولوا ان انتوا ليكوا حق في الاسم ده؟ ايوه 14 سنتي بالتمام والكمال وبطول الحيطه. ايوه ومعانا حكم محكمه سعادتك. ممكن اشوف الحكم؟ اه طبعا ممكن قوي. استنى يا مشرح تجيب له حكم ده ايه؟ يمكن يقطعه وما يبقالناش حق في حاجه. الحكم ممكن تطلعه غيره من المحكمه. انا بمثل الداخليه والمحافظه. الباشمهندسه بتمثل المساحه. الاستاذ والاستاذه بيمثلوا الاوقاف ومجلس المدينه. يعني 3 وزارات متمثلين في هذه اللجنة الموقرة للمعاينة الميدانية. طب مش كنتوا تيجوا قبل ما نبضع التبضيعة دي كلها؟ حضرتك هتجيب الحكم اطلع عليه، والأستاذة هتفتح الباب للباشمهندسة عشان تقيس من أول البوابة لحد الحيطة اللي وقعت. عداكوا العيب، ونحن تحت أمر 3 وزارات إن شاء الله. قرعة هات هذا الحكم للدراب بسرعة بسرعة. أنا قرعة إيدك الأول. أنا هو هذا الحكم. طب يا سعادة البي يعني انتوا هتعرفوا ان ده حقنا ازاي؟ غرايه يا حمديه، ما هي الباشمهندسه اهي من المساحه حتى بالامارة في ايديها الخرايط. انا بس شايفه يعني الباشمهندسه زعلانه كده ومقيره وساكته خالص ما بتتكلمش. اتفضلوا اتفضلوا. اهلا وسهلا يا مرحب بالثلاث وزارات. اتفضلي يا باشمهندسه. السفره دي تنفع مش كده؟ افردي خرايطك افردي خرايطك. ايوه ايوه لله ما شاء الله. ايه ده؟
مش دي جمال زكروس اللي تسمع عنها حضرتك؟ طبعا. غريبه مع ان انا ما اسمعش عنها خالص. انا الحكم يا بابا. اتفضل يا باشا. الحكم اهو. من ايام عوف الشرقاوي وظريف لزم ابويا الله يرحمهم الاثنين. يا سيدي خلاص انا عارف كل الحكايه، اسكت بقى شويه. ما قلت لك اسكت يا مشرى. انا بس صعبان عليا يا حمديه الكام زبون اللي طاروا بسبب لجنه التفتيش دي. يا باشا ده الراجل طلع كمين وكان جايب معاه كمان 3 افراد ودخلوا بيت مشرح يا باشا وفردوا الخرايط وقعدوا. ايوه قعدوا. فاهم انا. حلو قوي ده. اهم بداوا بقى يبصوا للشكوى اللي انا بعتها للوزاره. عايز منهم حاجه يا باشا؟ لا انا عايزكم هناك دلوقتي عند مشرح، احتمال الناس اللي هناك يطلبوا منكم حاجه. تمام يا باشا. اوامرك يا فندم. كنت عالم هعمل كل ده. تمام يا باشا. مش هتقابلهم يا فندم؟ لا يا حازم، هما لو كانوا عايزين يستقبلوني كانوا بدأوا من هنا. طب واللي شافوه عند مشرح ده يا سعاده الباشا؟ انا متخيلهم دلوقتي وهم شايفين الحاجات اللي هناك دي كلها. سيبهم يمارسوا حقهم القانوني ونشوف يا مشرح ياخد حقه يا احنا ناخد حقنا. دوسوا علينا بالبلدوزرات، سوونا بالارض يا بهوات، كسروا عظمنا، قطعوا لحمنا، بس مش هتاخدوا مننا سنتي واحد من ارضنا. الارض دي ارضنا ولينا فيها حق بالقانون يا ناس. ادوني حقنه هوا في اسناني قبل ما تلمسوا ورقه شجر من غيط عوض مشرح. خدوا البيت كله يا ناس، بس سيبولي الحمام. لا للمخدرات. على اساس المخدرات بتتشرب في الحمام يعني؟ هنا الحيطه اللي فاضله دي تطوع عليك انت وامك في يوم واحد يا بين. لا لا لا. ايه يا عم انت في لا في ايه؟ انتوا عاملين ليه كده؟ يا عم مشرح، عيب اللي انت بتعمله انت واسرتك الموقره دي. سيب اللجنه تشوف شغلها، اي حد يروح لحد يبقى مفيش حد، ده مبدا. والنبي الله يكرمك خليك في حالك، انت مش ناقصاك. لو هتبنوا الحيطه ابنوها على جثتنا على لحمنا. يا جدعان انتوا ما عملتوش كده الا لما الحيطه وقعت. اروح انده للباشا عم مبروك. انده لاي حد، نادوا الدنيا كلها، نادوا حقوق الانسان، نادوا حقوق الحيوان، نادوا الاتحاد الاوروبي لكره السله، نادوا الكومن ويلز. ايه الكومن ويلف دي؟ انت ايه حكايتك بالظبط يا عم؟ احنا هنرفع المقاسات بس. مقاسات ايه؟ ايوه عشان ال 14 سنتي بتوعي. بتوع مين يا ماما؟ دول بتوعي انا، بتوع ابويا الله يرحمه. بتقول لك بتوعك يا حمديه. عيب يا مشرح، ايه بتوعي وبتوعك يعني؟ ما هي بتوعنا كلنا. وبعدين انتوا ممكن دلوقتي يقيسوا المقاسات. ايوه اتفضلوا حضراتكم. سوري جدا. اتفضلوا يا جماعه كل واحد على مكانه. اتفضل يا سيدي. قال اديت كل واحد. انت عم مشرح الاول بالاسم الاستاذ حضرتك من غير خوف من عليها وانا عليها انا اسال مرتين. امين. ايوه معلش انا مضطر استاذن عشان ما فيش حد من دهلي. ها روح الله يبارك لك. يا ناقصك انت كمان. لا والله العظيم مبروك. ده غريب. لا غريب قوي غريب. بقول لك ايه يا مشرح، روح معاها عشان ترفع المقاسات. صح. خلي عنك يا باشمهندس. هي فوضى. انت عايز تطلع لنفسك تلمت دي مقاسات وخرايط يا مواطن. ماشي باشا يا مواطن. ماشي اقول لك بقى اساس وخرايط يا مواطن. اقول لك يا حمديه. نعم. انا الان الراجل اللي بياخد المقاسات في المدخل حاسس انه هو هيهبس 6 متر من حقنا ويدخل جوه. وخلاص انت شفتيش الضمير العربي؟ على رايك. استنى يا اخ انا جاي اشوف معاك المقاسات. وانت بقى ما صدقت الحيطة وقعت وفتحت فول وطعمية وعرض حلجي وما كان التصوير؟ دي كانت مجرد تجربة سعادة الباشا وكان أول مرة يعني. إنما إحنا سمعتنا زي الفل وعلاقتنا بالاسم علاقة طيبة جدا وكل الناس في الاسم هنا يشهدوا على ذلك كلهم ما عدا مبروك عشان زي ما تقول يعني أنا ما بفهموش أوي الصراحة. يا باشا إحنا عيلة أمنية صديقة للشرطة. مرشدين يعني؟ مرشدين؟ حاشا لله حاشا لله الا مرشدين. دي احنا ما مناش اي ضرر وعمرنا ما اذينا حد وحتى اسال عمران باشا المامور.
الراجل اللي جوه ده ذمته أستك، ما عندوش لا ذمه ولا ضمير. تصدق بالله منقص 2.67% من 3 جذر تربيه على 2 صاد س؟ اقولك في الكلام ده يا باشا. ها باشمهندسه، ها حقنا طلع مظبوط زي ما في الحكم ولا ايه؟ النتيجه تعرفها بعد الفحص والعقاد اللجنه، نقدر نمشي؟ سمعت اللي قالته ده يا باشا؟ طبعا سمعت، شكلنا كده هنتصوح يا حمديه. باشا انا مش فاهم حاجه خالص. عادي، بقولك ايه، الحكم بقى تشيله وتحافظ عليه عشان لما نستدعي الوالد نلاقيه. اوكي، سلام. سلام. صراحة الله بركاته، نورت يا باشا، نورت يا باشمهندسه، نورت نورت يا اخوانا. طب احنا بس هنقفل السبوبه ولا نفتحها يعني ولا نعمل ايه؟ شكلهم كده ما يطمنش يا باشا. لا فعلا ما يطمنش، ده انا قلقي اكتر من قلقكم بكتير. بس انا جاتني فكره، ان شاء الله لما هننفذها هنجيبهم كلهم لمس كتاف. الوليه دي يا مشري تحس انها كده مطلقه جديد، وشكلها هيطلع غله علينا كلنا. وبعدين لمس اكتاف ايه يا راجل؟ احنا نوزع عليها البنت ابتسام. ابتسام دي الحاله اللي هنوصل لها ان شاء الله لما ننفذ فكرتي. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. عملت محضر البطاقه اللي ضايعه منك؟ والله يا فندم انا كان لازم اعمل كده عشان اشوف الوضع الطبيعي. مقبوله منك. بس احب اعرفك، رائد حازم رئيس المباحث هنا عندنا. اهلا وسهلا. اهلا بيكم، اتفضلوا اتفضلوا. اتفضل. اداره المشروعات والهندسه بالمحافظه، اهلا وسهلا. طب ما كنت قلت لي من الاول انا هنا بقابل كل الناس، انا كمأمور اسم ما بخبيش حاجه عندي هنا في الاسم. اتفضل. وسياده العقيد اتكلم كتير في اجتماعات المديريه بخصوص مشكله الاستاذ مشرح والحكم القضائي اللي معاه، وكل مجهوداتي عندكم هناك اثمرت بوجود لجنه موكره زي حضراتكم. ممكن نعرف بقى ايه اللي حصل بالظبط؟ باشمهندسه رفعت المقاسات وعملت مضاهاه بالخرائط اللي معاها. سمعينا رايك يا باشمهندسه. الحكم اكيد حصلوا عليه بعد الاطلاع على الخرائط اللي معايا دي، يعني ما كانش في لزوم نروح ونيجي ونقيس من جديد. اللي انا عايز افهمه، الراجل اللي جنبنا ده من حقه فعلا 14 سنتي في الارض؟ هو ليه 14 سنتي في ارض البيت اللي عليه الاسم؟ يعني هياخدهم ويبني عليهم ولا لا؟ الموضوع اصله انا اقول لك اصله يا سيدي الفاضل، انا مش هقول كلام حله وحله، انا هقول كلام في محله. الارض اللي عليها الاسم دي تابعه لوزاره الاوقاف، وزارة الأوقاف دي واخدها هبة من وريث، فوزارة الأوقاف ما تقدرش تتصرف فيها خالص إلا فعلا لما نلاقي الوريث، والوريث مش هنلاقيه، هتبقى الحكاية دواخين يا لمونة ومش هنعرف نجيب حق الراجل غلبان ده. واضح إن سيادتك بحثت الموقف كويس جدا يا عمران باشا. يعني أنا عايز أفهم، يعني نبني الحيطة المهدودة على الاسم ويخبط دماغه في أي حيطة مش مهدودة ولا لأ؟ عموما اهلا وسهلا بيكم، ومن فضلكم توافونا بالرد الحاسم فورا. وحضراتكم شفتوا بنفسكم الوضع على الطبيعه. بس ما عليك يا عمران باشا، انت وحازم بيه طمنتونا ان مشرح واهل بيته ناس محل ثقه امنيا واخلاقيا. يا سيدي ما قلناش حاجه، مش على دماغنا من فوق ما قلناش حاجه، يعني عادي. اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. بالسلام احنا بدينا بالسلام، يا سلام ردت الدنيا علينا بالسلام، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ وقفه العيد الكبير ولا ايه؟ دول عاملين مظاهره في الاسم يا فندم. ده احتجاج سلمي يا باشا، ودي عريض التظلم يا باشا، عليها ورقه دمغه وطابع شرطه وطابع ستة وطابع محامين وطابع مهن زراعية. طبعا مش ناقص غير ختم النسر. بعدين ايه العلامة البيضة اللي انت شايلينها دي؟ ده دفاع عن النفس ضد القرار الجائر للجنة الظالمة الثلاثية الوزارة بعد الفحص الميداني والقياس للموقع. واني اهيب بالسادة المسؤولين في المجتمع الدولي وفي الامم المتحدة والدول المحبة للسلام بان تقوم برأب الصدع. ايه رأب الصدع دي؟ وشأب الضبع. ايه شأب ايه؟ شأب الضبع. ها
حتى ناخذ حقنا من حنك السبع. اوعى تقول حنك ايه، متهيألي السبع معروفه يعني، حتى لا تسول للمجرمين الطغاة. بس يا راجل انت هتخطب ولا ايه؟ نحن لا نخطب ولكن نجتهد، فهذا اب وهذا ام وهذا عوض ابتلاء للاب والام، وهذا ولد عاق. بعد اذنك يا ابو رباش يا اخويا اطلع بره يا ابتلاء. استنى يا ابني، مستعجلين على ايه؟ لسه اللجنه ما قررتش اي قرار، بس ليها توصيات ولازم تنفذوها. نسمع ونفكر يا باشا. ممنوع بيع اي نوع من الاطعمه في الاسم، والدمغات والمطبوعات والطوابع اللي بتبيعوها في السوق السوداء لا. ممنوعات ايه يا لجنه؟ دي كلها حاجات للاستعمال الشخصي. اهم حاجه بقى تعملوا حديد على باب المنور وتقفلوا الباب ده خالص. نفكر يا باشا. مفيش تفكير، تنفذوا فورا. ننفذ يا باشا، بس ال 14 سنتي لما الوزاره تنزل في الامر. يحيى العدل، يحيى العدل، ولابد من يوم محتوم تترد فيه المظالم، ابيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم.